طيب خلينا نروح للاتصال ده. معانا طبعا كابتن ياسر لبيب، احد نجوم طبعا كره اليد في مصر كلها، واحد طبعا يعني نجوم ورموز الجيل الذهبي. اهلا بيك، اهلا بيك يا كابتن ياسر. كابتن هيثم ازيك، اخبارك ايه؟ وسلامي لصابر ويحيى، انكم وحشونا. كابتن لبيب، يا كابتن ياسر، يمكن حضرتك في الامارات صحيح ولا انا غلطان؟ لا صحيح. طيب حضرتك تابعت المباراه النهارده وشفت الافتتاح ولا كنت مشغول؟ اكيد طبعا. لا طبعا اكيد. طب رايك ايه على الافتتاح يا كابتن والمباراه؟ طبعا هي حاجه مشرفه جدا، الافتتاح والتنظيم والملاعب والعالم كله بيتكلم على اللي مصر عملته وانجازته خلال الفتره اللي فاتت ديت. بالنسبه للمباراه، يعني دي كبدايه شيء طبيعي، دي بيبقى اول مباراه، وفريق تشيلي فرقه مش يعني ما هياش مستوى عالي، ولكن انا شايف طبعا ان فرصه المنتخب المصري فرصه كبيره جدا في البطوله ديت، ان هو يحقق انجاز تاريخي وان هو يبقى من الاربعه اللي في المربع، في ظل غياب نجوم كتير من على مستوى العالم، سواء في السويد او الدنمارك او المانيا. يعني هي يمكن الفرقه الوحيده اللي جايه كامله هي فرقه كرواتيا. النهارده في بعض المشاكل، لكن اعتقد المباراه النهارده كان المدرب حاول ان هو يجرب لعيبه كتير، سواء من الناشئين او الشباب اللي هم برضه لعيبه على مستوى عالي، فحاول يدخلهم برضه في نظام البطوله عشان يعني الناس تتعود على جو المباريات وتدخلوا في جو البطوله. فما هياش مقياس كبير قوي لمباراه النهارده، لكن انا شايف ان فرقه مصر عندها فرصه كبيره انها تاخد اول مجموعه، يعني مش هتبقى الموضوع مش سهل قوي، بس لازم يبقى فيه جديه اكتر. يعني طب كابتن ياسر، يمكن دخول مقدونيا مكان التشيك، شايف ده يعني مقدونيا الشماليه طبعا، شايف ان ده يعني في المستوى الاثنين تقريبا متقاربين، ولا شايف ان مقدونيا افضل من التشيك؟ لا انا شايف ان مقدونيا ممكن تكون اقل من التشيك، يعني فرقه التشيك هي فرقه اتاهلت من بطوله اوروبا، لكن فرقه مقدونيا هي فرقه كانت بره الحزب خالص، فدخولها مكان التشيك وفرقه مش جاهزه، هي مش ما كانتش بتعد نفسها للبطوله، فهي فجاه لقت نفسها جوه البطوله، فدي ممكن تكون سلاح ذو حدين، ولكن يعني انا شايف ان لا يجب عدم التهاون بيهم، يعني لان يعني الفرق دي كلها فرق مستواها ما هياش فرق مستوى قليل، ولكن في نفس الوقت ما هياش عالي قوي، يعني ما نقدرش نقارن مقدونيا بالدنمارك، بس يعني احنا كسبناها قبل كده في بطوله، انا فاكر في بطوله وديه كسبناهم فيها قبل كده. وبعدين انا شايف ان فرقه منتخب مصر بالعناصر اللي موجوده هي عناصر متكامله، سواء بالاجنحه، الدواير، الخط الخلفي، حراس المرمى، يعني يمكن المجموعه ديت ما تكونتش من فتره كبيره. انا شايف من كلام حضرتك ان انت متفائل يا كابتن ياسر، يعني حضرتك شايف يعني طبعاً الحمد لله. جدا طبعا، يعني لا متفائل جدا طبعا. يمكن السكواد اللي موجود والوفره في اللعيبه، زائد الاربع لعيبه كمان اللي فوق ال 20 اللي طبعا سمح بيهم الاتحاد الدولي، بيتهيألي ده مدينا مانوفر كويس ان احنا نقدر حتى لا قدر الله لو حصل اصابه، او يعني لا قدر الله حاجه فيها كورونا او اصابه عاديه، بيتهيألي عندنا سهوله ان احنا نريبليس اللاعب ده بلاعب تاني. بالظبط بالظبط، انت عندك مجموعه متكامله سواء خارج الملعب او داخل الملعب، مجموعه متكامله. انا بقول لك يعني ما حصلش التجانس دوت ووجود عناصر بالقوه ديت من فترات كبيره، يعني حتى العناصر الشباب اللي موجوده والناشئين هم احسن لعيبه في العالم في سنهم. صحيح، ما شاء الله. ده يعني لا ان شاء الله انا شايف ان يعني لازم نكون متفائلين، ولكن لازم ناخد الامور بجديه اكتر. طب كابتن ياسر، يمكن تفاؤل حضرتك في المجموعه وصلنا، طيب يمكن بعد ما نطلع للدور الثاني ان شاء الله، يا رب يا رب، احنا النهارده مباراه النهارده ضمت لنا خلاص التاهل للدور الثاني عشان نطلع ممكن في اسوء الظروف ثالث، ولكن هنرد على بيلاروسيا، روسيا، يمكن سلوفينيا كمان، شايف فرصنا ايه في الخطوه الثانيه، خاصه الخطوه الثانيه دي هترسم لنا الشكل، يعني هترسم شكل البطوله بالنسبه لنا لقبل النهائي. بص يا كابتن هيثم، انا شايف ان هو احنا صعدنا المجموعه دي لازم نصعد اول مجموعه، ده على اقل تقدير، ودي انا شايف ان الفرصه متاحه جدا. انت ما عندكش الماتش السويدي، يمكن هو الماتش اللي شويه يبقى اقوى ماتش في المجموعه، ولكن فرقه السويد هي فرقه فيها عناصر كتير، ناقص عناصر اساسيه. فانا شايف ان احنا لازم ناخد الموضوع بجديه عشان اطلع اول مجموعه.
طلوعك اول مجموعه ديت، احنا كنا دايما في كاس العالم بنقول انا لو دخلت اول ده بيديني فرصه ان انا العب من الثمانيه الاوائل، تكسب ماتش او ماتشين في المجموعه الثانيه دخلت المربع. يعني كلام حضرتك واضح جدا ان اهم خطوه مش الثانيه، الاولى اللي احنا فيها دلوقتي. لا طبعا طبعا لازم تطلع بالاربع نقط. صحيح، لان ده هيطلع من المجموعه دي بالاربع نقط لو انت عايز تلعب فاينل او تلعب في المربع. بالظبط. والله كلام طبعا حضرتك يحترم جدا يا كابتن ياسر، وحضرتك حللت الموضوع يعني من وجهه نظر يمكن اللي في الغربه بيبقى شويه يعني شايف الرؤيه، اكيد طبعا من بعيد بتبقى رؤيه اوضح كتير. كابتن ياسر لبيب نجم مصر وطبعا ومنتخب مصر والنادي الاهلي السابق، بشكرك شكرا جزيلا وربنا معاك ان شاء الله في الامارات ويوفقك ويوفق كل طبعا اخواننا المصريين هناك.